بنتواصل اكيد مع كل مشاهدينا في كل مكان ومن الرياضه الى المصنوعات اليدويه وفن وثقافه انسان الجنينه تحديدا نشاهد هذا التقرير. تمثل المصنوعات اليدويه فنا وثقافه للشعوب تتوارثها الاجيال لتعكس مستوى من التواصل وجدت اهتماما في جمعها وحفظها. كاميرا الشروق زارت المعرض المستمر للتراث بالجنينه. والذي شارك به جامعه في العديد من المعارض في الداخل والخارج مدينه الجنين بعراقتها وقدمها ذات تباين سكاني وقبائل كثيره لكل تراثها تتبارى وتتمسك به لتعكس اصالتها وتاريخها ولكن هناك عادات وتراث متداخل ومشترك يمتد حتى الجاره شاد وفي التراث تأتي أشكال لأدوات مطبخية وجمالية وأخرى للصيد والدفاع فتأتي العمرة والكريو والقدح والسفروج والحربة وغيرها ولكن لكل أغراضه البرتال يصنع من السعف الملون الصيد والدفاع ويستخدم لأغراض أخرى في الرقص ولدى بعض القبائل يقدم الشاب لخطوبة فتاة وعبره تأتي النتيجة رفضا أو قبول الدبنجة مخزن لكل الحبوب الغذائية ويمكن أن تحفظ فيه لفترات طويلة لا تدخل الحشرات تصنع من الطين الأخضر وتعامل بلطف ودقة عند ترحيلها هي وقفة داخل المعرض المستمر بالجنينة في جانب من تراث وثقافة المنطقة وقال شاعرها هذا تراث لنا فخر نسجله وليس مكتملا وطبع المرء مساي أخي حسن علي الشروق ولاية غرب دارفور الجنينة